مساء الخير والنور والجمال كله وفي ايد امينه. سبت وحد بكون معاكم من 5 لـ 6، الاعاده في نفس اليوم الساعه 12 بالليل. عندكم اي اسئله اي استفسارات اكيد على صفحتي على الفيسبوك امينه شلبايه او انستغرام. خلينا نبدا النهارده بنصايح امينه ونصيحه بسيطه جدا للحجاب والصيف. طبعا مش السنه دي بس كل سنه في بدايه الصيف والموجة الحر اللي بتيجي بيبدا محجبات كتير بيكلموني يقولوا لي مشكلتين. شعري ابتدى يقع مع ان ما كانش بيقع، شعري ريحته مش حلوه. طيب كل سنه في بدايه الصيف، طيب انا هقول لكم ايه اللي بيحصل. طبعا الصيف الدنيا حر جدا، الشعر بيعرق جامد جدا جدا جدا، الشعر مكتوم تحت طرحه، صح؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بيتكون بكتيريا وفطريات. بتتكون فين؟ في فروه الراس. طب لما بيتكون بكتيريا وفطريات بيحصل حاجتين على المدى طبعا الطويل: تساقط شعر وريحه مش حلوه. بصوا يا جماعه، انا هشبه بحاجه بس ما اقصدش، يعني زي الشراب بالظبط. مش احنا لما بنلبس الشراب والجزمه اوكي وبعد كده الرجل بتعرق بيحصل ايه؟ بيكون بكتيريا وفطريات. لما بنرجع البيت صاري ريحه الشراب وبعد ساعات حتى الجزمه ريحتها بتبقى وحشه جدا، ولو كمان ما نضفناش القدم هيحصل ايه؟ هيحصل مشاكل في القدم. نفس الفكره تخيلوا بتحصل في شعرنا، تخيلوا. طيب هقول لكم حاجه، ايه اللي نعمله؟ اول حاجه خالص بليز يا جماعه، اقطان اوكي، لون فاتح طرحه. مش عايزين نحط طرحه 24 ساعه. تقولي طب ما انا بشتغل. معلش يا جماعه، ان شاء الله تخشوا الحمام تهووا شعركم شويه. واخر حاجه نحاول ما نلبس الطرحه اليوم اللي بعده، لان كلها بتبقى عرق، يمكن ريحتها ما تبقاش وحشه، كلها بكتيريا وفطريات، لان لما بتلبسوها تاني المشكله بتزيد اكتر واكتر. صدقوني تبس بسيطه جدا عشان نتجنب ريحه شعر مش حلوه ونتجنب كمان تساقط الشعر اللي هي المشكله اقوى واقوى. معنا اتصال، معنا اتصال من سمر. مساء الخير يا سمر. اهلا مساء النور. هاي امينه، ازيك؟ ازيك، عامله ايه؟ اتفضلي. امينه انا بس كان عندي سؤال، ان الموضة السنة دي طالعة اللبس المشجر مش السادة. زي اللبس. ايوه ايوه. طيب أمينة، بالنسبة للأجسام اللي شوية مليانة أوكي، الحاجات دي بتتخنها صح؟ صح. نقدر نتفادى ازاي؟ دي حاجة، ده سؤال. السؤال التاني بعد إذنك يا أمينة، لو حد مثلا المنطقة عنده منطقة مثلا مليانة شوية، أنا عارفة هو بيلبس غوامق، بس هيفضل طول عمره يلبس غوامق يعني؟ لو أوكي. ولا نحلها ازاي برضو؟ هجاوب. معلش سؤال ثالث يا امينه. الخامه، ايه اكتر خامه اللي جسمه مليان يبعد عنها خالص؟ طيب اول سؤالك المشجر، زي ما انا لابسه مشجر، انا يا جماعه متناسقه يعني تقريبا من فوق قد تحت ورفيعه فالبس. لكن لو انا مثلا كان شكل جسمي كمثرى مثلا، يعني تخينه من تحت ورفيعه من فوق، كنت البس مشجر من فوق لان انا عايزه اعرض فوق، لكن من تحت ما كنتش عمري هلبس النقشه دي، كنت هلبس بنطلون اسود ساده عشان يكون في تناسق. خلاص. تاني سؤالي كان ايه القماشه اللي اي حد تخين يبعد عنها؟ القماشه اللي فيها لمعه، القماشه اللي بتلمع من اي نوع في الوجود، دي اكتر حاجه ممكن تتخن. القماشه دي اللي انا لابساها زي الستان والحاجات دي، لو على فساتين ضيقه برضو ممكن تتخن، او اي قماشه فيها لمعه. هل الزايدين في الوزن او جسمهم مش متناسق لازم يلبسوا على الحته الزايده عندهم لون غامق؟ لا، مش بالشرط. القصه، القماشه اوكي، واللون. لو يعني انا ممكن واحده زايده في الوزن تلبس لون ابيض، لو لابسه قماشه صح قصه صح، فمش بالشرط خالص. المهم نحط الغامق، يعني ولما اقول غامق على فكره مش لازم يبقى اسود، في المكان الكبير عندنا يعني ممكن الغامق ده على فكره يبقى لون مثلا موف اوكي، في الحته العريضه عندي، وفي الحته الصغيره عندي في الجسم ممكن يبقى مو فاتح، فمش بالشرط يبقى لون اسود